بعد ما خرجنا التقريع من صالة التنس طاولة نستقبل ضيوفنا الكبار معانا النهاردة، جهاز ألعاب القوى بلعبته اللي اشتركوا في ماراثون زايد. خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة، معايا أخويا العزيز كابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي. كابتن ياسر منورنا. ربنا يخليك كابتن خالد، المقدمة الجميلة دي. ازاي؟ طيب. انت طيب، سهلة سعيدة عليك يا رب. ومعانا كابتن أحمد نوري، مظبوط كده عشان قالوا لي الاسم اتلخبط فيه. تخبطش. كابتن أحمد نوري كابتن النادي الأهلي في مسافات طويلة، مظبوط. أهلا بيك، بطل ورابع الماراثون كمان، مظبوط. ومعانا كابتن عبد الله عادل أحد نجوم النادي الأهلي وتاني الجري مسافات طويله، مظبوط؟ مظبوط تمام. بس عشان يبقى كلام واضح، كابتن محمد رسام منورنا المدير الفني، ربنا يكرمك يا رب. المسافات مدرب الفريق المسافات الطويله. كابتن محمد هنبدا مع حضرتك. عندنا الماراثون ده عمل خيري، يعني ماراثون زايد ده كان عمل خيري وليس حاجه مسابقه داخل الاتحاد اشتركنا فيه. ليه؟ مع ان احنا عندنا مسابقات ثانيه اخرى تبع الاتحاد المصري. اشتركنا حبا في الخير طبعا، ده الهدف هي. الاول من اشتركنا ان هو عمل خيري. وطبعا كانت اكبر دعايه لابطالنا، يعني ابطال النادي الاهلي، ان هم يرفعوا اسم النادي الاهلي في معلم محفل رياضي زي دوت، هم زي ده، ان احنا نشارك فيه ونساهم فيه. وكانت حاجه جميله قوي ان احنا يكون، وانا نفسي جريت في برضه. جريت معاهم وكملت السباق الحمد لله. قول لي كابتن محمد بصراحه، الماراثون ده 42 كيلو صح؟ لا ده هو الماراثون 42 كيلو، لكن لا انا بكلمك على الماراثون. الماراثون بقى نفسه 42 كيلو 195 متر. 42 كيلو بيتمرنوا ازاي على الماراثون؟ يعني ايه 42 كيلو بيجري مع نفسه اللعيب، بيتمرنوا ازاي؟ ايه التدريبات بتاعت الماراثون؟ التدريبات لازم يكون عنده حجم تدريبي في الاسبوع من 180 ل 200 كيلو، حجم الاسبوع بتاع جري يجريهم. حجم تدريبي في الاسبوع من 180 ل 200 كيلو في الشهر. حوالي 800 كيلو. كابتن احمد انت لعيب ماراثون، هاف ماراثون، لسه ما دخلتش على الماراثون. الماراثون هاف ماراثون كام كيلو؟ الهاف ماراثون 21. 21 كيلو تمام. نصهم نصهم. قول لي ازاي تجري 21 كيلو، وايه الهدف والدافع ان احنا نقعد نجري المسافات دي؟ تجريها في كام ساعه تقريبا؟ انا احسن رقم ليا ساعه 08. ساعتين؟ ساعه 08. يعني بتجري ساعه متواصل ازاي؟ انا زمان وانا لعيب لو كنت اجري مثلا 12 دقيقه واخد بالك في كوبر وكده بتعب يعني، لكن ازاي انت ساعه و10 دقايق؟ والله حضرتك فين الهدف؟ يعني عايز اقول فين الهدف؟ في صبر، مصابره مش طبيعيه. والله الحمد لله، يعني بيرجع برضو للفتره التدريبيه. بنتمرن برضو تمرينتين في اليوم، في حمل تدريبي كتير مكثف عشان اقدر اقاوم وعشان اقدر ادي برضو في الماتش وكده. وببقى ماشي برضو في العدد كيلوهات ارقام مثلا معينه. في رقم ببقى بشتغل الرقم ان انا عايز اوصل للرقم ده. هل معاك حد معاك بيتصل معاك يقول لك شد شويه، قلل شويه، دوس على الوقت ده، ولا بتنظم نفسك ازاي؟ والله هو الواحد مع خبره الواحد يعني بينظم وقته. بينظم يعني عارف ان انا مثلا هنقول فين او هشد فين، الفينش مثلا هبدا من امتى. التكنيك بتاعك بيعتمد ايه في 21 كيلو؟ يعني 21 كيلو ده انا بقول لك انا فعلا يعني لا تقيله. هو بيعتمد على الصبر وعلى التحمل وعلى كل حاجه، هي يعني عايزه صبر وان انا اكون برده متمرن كويس وان انا يعني كل حاجه كافيه في التمرين يكون انا متعود عليها. كابتن ياسر بما انك رئيس الجهاز بقى، ده هنتكلم على مارسون كتير، بس في حاجة مهمة عرفتها، أنت جمعت 100 لعيب مظبوط؟ مظبوط. عشان نطلع على ماراثون زايد ده بالذات تمام. مظبوط؟ مظبوط. حصل ازاي؟ احكي لنا. يعني ازاي في الوقت ضيق جدا وهنشارك في ماراثون زايد؟ طب كابتن ياسر جاب 100، طب جبت ال 100 منين فجأة؟ دي روح النادي الأهلي بقى. هايل. لا والله بجد عايز أعرف ازاي. لا هي فعلا، أولا فعلا تم إبلاغنا قبل الماتش بحوالي 72 ساعة. كان القرار ان احنا نشارك في ماراثون زايد الخيري، لان طبعا لحاجات كثيره، اولهم واخرهم ان طبعا علاقه النادي الاهلي بدوله الامارات طبعا في جميع الرياضيات والرياضات وحتى على مستوى النمو الاجتماعي والاقتصادي وحاجات كثيره يعني. فجت نمره واحد من حب، دافع الحب ده طبعا بيفرق كتير. وزي ما قلت في الاول، روح الفانيلا دي حاجه بنتميز بيها. احنا فعلا كان اكتر من 120 او 126 متسابق ومتسابقه تم تجميعهم في خلال هذه الفتره البسيطه.
بمجرد يعني اتصال بي من اداره النشاط الرياضي ان احنا هنشارك في مارسون زايد الخيري، وتقريبا كان في خليه عمل شغاله حتى يعني هنا من هنا بقدر اشكرهم يعني الناس بتوع العلاقات العامه والنشاط الرياضي، الكابتن رؤوف، الكابتن ياسر، الاستاذه ريم، الناس كتير قوي، الدكتور مهند، الكابتن العمري، ناس كتير قوي سهلت لنا حاجات كتيره يعني، الاستاذ عماد، الماليات، المراجعه، لا الناس كلها كانت متكاتفه الجهود ان احنا نمثل النادي الاهلي ومصر خير تمثيل. والحمد لله سبحان الله يعني ربنا بيكلم دايما العمل اللي فيه حب وموده والهدف السامي دوام بالمكسب وبالحاجه كويسه. ففعلا تم الاتصال بمعظم المدربين واللاعبين واللاعبات وكلهم ابدوا موافقه فوريه. على اثرها تم حجز فندق في مدينه الاسماعيليه والباص وبرده اعتقد كابتن يعني مجلس الاداره بالكامل، مش عايز اخص بالذكر يعني برده الناس كلها. دكتور مهند كان ليه دور اساسي اكيد اكيد صح؟ طبعا طبعا يعني حتى يوم الخميس في مرحله التجهيز دي اتصل بالفندق او الفنادق لغايه ما وصلنا لحته كويسه، الباص، الحجز، الوجبات، ترتيب الارقام بتاعه اللاعبين، كل حاجه. ارقام اللاعبين جت اساسا لان كان في ناس شغاله بالسيستم يعني، وكان لازم نلحق قبل ما السيستم يقفل. فتم حتى احضار هذه الارقام تقريبا الساعه 5 مساء يوم الخميس، واللعبه كانت الجمعه الصبح. فدي برضو حاجات بنشكر الناس عليها، انما اللاعبين واللاعبات تم تجميعهم عن طريق المدربين. يعني تليفونات كتير قوي اشتغلت، ومين جه مين ما جاش، ومين والده مش موافق، ومين والده لسه خايف عليه، وكلمنا اولياء الامور في البيت و والحمد لله تم جمع اكثر من 120 ولد وبنت. قول لي كم كان التوتال بتاع الاجمالي تقريبا المشتركين في ماراثون زي التوتال؟ من 13,500 ل 15,000. لا كفايه كده، بس 13,000 دي هنا كتير عليا بصراحه. يعني كابتن عبد الله كانت ليك مشاركه ايجابيه جدا في ماراثون زايد. قول لي، عايزين نعرف الكواليس بتاعت المشاركه بتاعت حضرتك. والله هو الحمد لله يعني ربنا كرمنا وعملنا نتائج كويسه كلنا كفريق. انا دخلت المركز ال 11 في الشيخ زايد، لان كان جالي قبلها بحوالي 3 ايام جالي برد جامد، فحتى ما كنتش هلعب. وبعدين لما كابتن ياسر كلمنا وكده، فقلت خلاص اروح اشارك واشارك مع الفريق وكده، وهيبقى يوم حلو وبطوله احلى وكده. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها، وكانت هي لسه جايه بعد الضاحيه تقريبا باسبوعين غالبا يعني. احنا الحمد لله عملنا المركز الاول بعد غياب طويل في الضاحيه. فالحمد لله يعني. قول لي مركز 11 من 13,000. ده رقم كبير صح؟ يعني حاجه كويسه، بس في الاخر انا بتكلم بصراحه مش بنكسب او بنعلق مدار، يقول اول تاني تالت، يعني دايما السباقات دي يعني بيكون شعورك ايه بعديها بصراحه؟ يعني انا كنت زعلان صراحه اللي هو ال 11 وكده، كنت عشمان في حاجه اكتر من كده، بس الحمد لله يعني. يعني اتمنى بعد كده ربنا يكرمني بنتيجه احسن من كده، ويعني ارفع اسم النادي احسن من كده باذن الله. كابتن محمد اتكلم بصراحه، سباقات الضاحيه او سباقات الماراثون على الارقام الافريقيه، اثيوبيا، كينيا، مصر مش متواجد على الساحه دي بطبيعه المناخ اللي عندنا. ليه بقى؟ عشان ضغط. هم بيتمرنوا في مستوى ضغط عالي، فبالتالي لما بينزلوا يلعبوا في ارض مستويه في اي مكان بيبقى عندهم الساعه الهوائيه عاليه، فبيأدوا بصوره افضل من اي فرقه ثانيه. طبيعه تدريبهم على المرتفعات ومناخهم بيساعدهم. احنا عشان نطور من نفسنا محتاجين ان احنا نسفر لعبتنا معسكرات اثيوبيا في كينيا. يعني اول مره اشوف حد بيطلب معسكرات لدول افريقيا وليس لدول اوروبيه. لان هي دي، ده المناخ اللي احنا عايزينه، دي طبيعه تربه في التمرين، طبيعه مستوى ضغط نتمرن عليه. وبعدين مش مكلفه، بالعكس هي يمكن التذكره بس، لكن هناك المعيشه رخيصه جدا. هو يقصد عفوا فوق مستوى سطح البحر بالضغط، لان ممكن ناس في الجماهير يتخضوا من كلمه الضغط دي. لا عايز تفسير واضح. هو يقصد الجو بتاعهم في مناطق كتيره في المحافظات بتاعتهم بنقول عليها في الرياضه فوق مستوى سطح البحر كويس، اللي فيها نسبه الاكسجين بتقل والهيموجلوبين، اللعيب بياخد وقت لغايه ما يحصل له التاقلم دوان. هم اوريدي بيبقى عندهم عايشين بيتمرنوا في الاماكن دي العاليه مرتفعه عن سطح البحر، فلما بييجوا ينزلوا تحت بالنسبه لنا احنا هنا
في الالتيتيود ده نسبه الاكسجين فيه تبقى اعلى فبيادوا بصفه بصوره اقوى مننا. ده اللي الكابتن محمد يقصده. بالاضافه بقى لعنصر ان هم عندهم الحياه رخيصه ارخص حتى من عندنا في مصر يعني يكاد اقول يعني مثلا ممكن ال $200 دي تكفي لاعب لمده شهر مثلا معسكر في كينيا. $200؟ اه. طب واحنا مستنيين ايه؟ يبقى كده بصراحه احنا مستنيين ايه؟ يعني تذكره سفر 15,000 و $200 كمان 4,000 يعني 20,000 كل معسكر. دي حقيقه. نتوجه للمسؤولين يعني نتمنى ان هو لو كان الامور كده زي ما كابتن ياسر بيقول نتمنى المشاركة الإيجابية لأن احنا نفسنا أبطالنا يكونوا على الساحة العالمية والأولمبية إن شاء الله بإذن الله. كابتن أحمد لما طلعت رابع مش 11 بقى أو 12 أو ورا رابع بينك وبين التالت أو بينك وبين الميدالية خطوة يكون شعور إزاي يعني بعد ما أتعب كل المسافة دي أطلع رابع فاهم قصدي؟ أنا بتكلم بصراحة والله عايز أطلع لك إيه؟ والله حضرتك هو كان أول وتاني كينيا كان بيني وبين الثاني كينيا 15 ثانية بينك وبين؟ الثاني كينيا الثاني من كينيا اه 15 ثانية يعني داخلين احنا أول ستة الأوائل يعتبر ورا بعض داخلين مفيش يعني فرق ثواني لا وقف بقى أنت كده هتجيبني في حتة تانية خالص احكي لي شكل المنافسة في الجري يعني أنتوا هو الماراثون ده كان كام كيلو بتاع كان 10 كيلو 10 كيلو تمام كويس قوي أنت نظمت نفسك في ال 10 كيلو أنتوا الستة ماشيين مع بعض ولا بداتوا ازاي يعني احكي لي السبق نفسه مشيت فيه ازاي بالظبط ووصلت ان انتوا 15 ثانيه بتخشوا سته ورا بعض والله احنا كنا ماشيين السبق من الاول كنا ماشيين اربعه مع بعض اربعه كويس كده من الاول خالص من الاول ستار اه كويس كان كينيا كانوا قدام طبعا اول وثاني كينيا كانوا مع بعض تمام وكان واحد برضه مصري وبعد كده احنا اربعه ماشيين مع بعض بعد 5 كيلو بدا الجروب بيتفركش يعني يتفركش اه خطوه عليت يعني في بقى في سرعه في نقل في الخطوه هسالك سؤال اتفضل هو انت ممكن تشد السباق لشده معينه يعني ممكن مثلا أكيد. في وقت مثلا في كيلو منهم او 2 كيلو تفضل دايس على السباق وتسحبهم معاك أكيد يعني فهمنا الموضوع شكله ازاي اه يعني انا حضرتك ممكن مثلا بعد 5 كيلو يعني ممكن انا في التمرين معود نفسي مثلا انا اقول مثلا 2 كيلو او النقله 2 كيلو عشان اسقط اللي معايا واكمل انا اروح برده ومننا برده بيديني دفعه ان انا في تحسين رقمي ويعني بكون في يعني بمركز برده على الثلاث الاوائل امامنا لقطات اهو دكتور مهند مجدي وقدامنا لقطات من مشاركه لعيب الاهلي ومشاركه 13,000 في ماراثون زايد اتفضل يا كابتن احمد كابتن توحيد اتفضل بس حضرتك فانا من بعد الكيلو الخامس فضلنا جي ثلاثة مع بعض لحد الكيلو التاسع مشيت يعني في الكيلو التاسع مشيت لوحدي مشيت لوحدك رقم واحد؟ لا كنت ماشي كنت خامس لحد الكيلو التاسع اه فالحمد لله كان في اخر كيلو الخطوه طبعا علت داخل على الفينش كده و داخلين كلنا يعتبر ورا بعض يعني. خدها ثانية. ثواني. كابتن محمد هو بيقول إن أنا في خمسة، هو في تكتيك أو في تكتيك معين للعبة بتاعت الماراثون؟ أه طبعًا. إيه التكتيك بتاعه؟ يعني اوصف لنا ممكن يكون إزاي عشان بس تفهم الماراثون ده مدى تعب الناس ومدى الجهد المبذول ليه. هو طبعا من خلال التدريب اللي هو بيتمرنه معايا قدامنا في الصوره دكتور اشرف صبحي في اللقطه اللي فاتت برضو حضر ماراثون زايد كل الناس كل المشاركات من كل الاتجاهات حضروا ماراثون زايد 13,000 ده رقم كبير ودي اعتقد دي بدايه السباق ماشي كابتن محمد عايز بس اعرف بدايه السباق كله بيجري يعني ازاي الابطال الافارقه او الابطال المصريين بيجروا معاهم ولا دول يعني شويه وبيركلوا على الجنب زي ما بيقولوا يعني هو في الغالب ان في بعض الناس بتجري اجمد من الافارقه واجمد من ابطالنا افندم في ناس بتجري ناس عاديين دلوقتي بيجروا بخطوه في البدايه اجمد من الافارقه سريع جدا مش يقدر مفيش استمراريه انه يقدر يكمل عليها هو ده التدريب هنا بقى ان اللعيب ازاي يقدر يحافظ على معدل الخطوه بتاعته انه يجري بخطوه منتظمه انه يواصل بيها وممكن تتزايد انه يخلص بس بقى دي فايده التدريب ده اللي بيتمرن عليه تمام التكتيك نفسه انا بعمل ستارت جامد اطلع بره الزحمه بره الزحمه هو كده بالنسبه لك ده اسمه زحمه بالتاكيد يبتدي يطلع منهم ازاي بص انا في سباقات قبل كده شفتها في سباقات عاديه جوه ملعب العاب القوى الناس بتتكعبل مع بعض في 400 او عفوا في المسافات الطويله هي 1500 حاجات زي كده بيتكعبلوا لكن هنا ممكن يتكعبل فجاه اي لعيب
طبعا. يعني ازاي نحط برضو ده خيري، ازاي نحط ابطال مع الاثنين يعني يتعاملوا بطريق وده طريق مثلا يعني. هو سبحان الله هو طبعا التنظيم كان جميل. احنا كان ممكن اللاعب اللي هو عايز يحافظ على نفسه باخد جنب لوحدي عشان احافظ على معدل خطوتي من غير ما اخبط في حد، ببعد عن الزحمه بنفسي لان طبعا الشارع واسع. لكن فببدا بمشي بمعدل انا بتمرن عليه، مثلا رتم الكيلو بتاعي 2:55 يعني دقيقتين 55 ثانيه، وافضل محافظ على رتمي بغض النظر عن مين قدامي. انا عارف انا ماشي بالشده دي بتفكيري بمخي مع رجلي مع عضلاتي مع عضلاتي. طبعا دي قدرته، دي قدره في التدريب بيوصلها لعيب من خلال التدريبات. كابتن عبد الله قول لي مواقف حصل جوه السباق، حد اتكعبل معاك، ناس بتهزر، ناس بتطلع من السباق بتريح، يعني قول لنا دي اجواء جوه السباق نفسه. في بدايه السباق يعني كان العدد كبير طبعا على الستارت، يعني حوالي 15000 واحد. فيعني اللي راح بدري ما كانش وراه اي حاجه مثلا عرف يقف على الستارت. لا فهمني هل اللي راح بدري يعني المكان ضيق فانت 15000 واحد، فاللي عرف يطلع قدام بدري هو اللي مثلا يعني فرقت معاه بنسبه كبيره. يعني انا حوالي مثلا اول كيلو مش عارف اطلع من الزحمه اصلا. يعني كان اللعيبه بتاعت الانديه كلها قدام، اللعيبه المحترفه كلها قدام، انا ورا. لان انا وصلت مش عارف تطلع، مش عارف اطلع اصلا من الزحمه. يعني الطريق ضيق والعدد كتير جدا. يعني سؤال خارج المنهج، بتصفر اللي قدامك وتقول له وسع طريق ولا بتعمل ايه؟ يعني بالزحمه اللي انت فيها بتكلم بجد بتحاول تتخطى الناس يعني. يعني انت بتقعد تعمل تريف حظيظ يعني. هو في بطولات الجمهوريه غالبا ما بيبقاش العدد ده كله اكيد اكيد، لكن ده يعني حاجه خيريه طبعا احنا بس عايزين نعرف اجواء اللقاء. اتفضل. ف يعني كان في الاول زحمه جدا، بعد كده مثلا بعد حوالي 2 كيلو كان اللعيبه اللي هي اللي هم جايين يشاركوا يعني اللي شاركوا لاجل المهرجان الخير، مش هو فعلا قدامنا اهو في ناس بتمشى بالظبط. زي ما انت في ناس بتمشى. انا طبعا اكيد مش يعني اكيد بهزر مع الناس مع الكباتن الموجوده معايا، لكن اكيد دي مشاركه خيريه 100% حاجه فعاله وحاجه بناءه وحاجه كلنا بنحترمها. حتى الناس المعاقين ذوي الاعاقه نفسهم برضو فيها مشاركه، دي حاجه تحترم جدا جدا. يا ريت كل الناس تحذو هذا الحذو. اتفضل يا كابتن. فكانت الاجواء يعني في البدايه صعبه جدا عشان العدد وكده. فبعد كيلو مثلا او 2 كيلو كانت بدات الناس يعني تخف شويه تاخد جنب. والمنافسه بقى حوالي اول 20 لعيب مثلا او 30 لعيب، لعيبه الانديه يعني لعيبه الانديه الكبيره. فكان الترتيب طبعا عمال يتغير كل شويه. كان اول خمسه او اول سته كانوا قدام يعني كانوا زي ما هم. كان الاختلاف شويه مثلا من الخامس لل 11 اللي هو انا كنا كل شويه واحد قدام الثاني كده لحد الفينش. صراحه التنظيم كان جميل جدا وحتى الفينش كان كويس برضه والطريق كان كله جميل يعني. هايل. كابتن ياسر عايز اخد من حضرتك كلام، انا شايف عربيه اسعاف متواجده. اللي انا شفته في اي ماراثون خارجي بيكون زي تحديد الطريق. احنا عندنا هنا الطريق مش متحدد بس هو طريق ايه يعني، هو شارع بنجري فيه كلنا. قول لي الاجواء كانت ايه جواها، الاجواء التنظيميه بالنسبه للماراثون، الاجواء اخبارها ايه؟ هو ده نهايه ولا بدايه؟ ماشي دي نهايه. دي نهايه. كويس اتفضل. دي نهايه. هم على قد طبعا الجهه المنظمه يعني هم بذلوا مجهود وقفلوا طرق لمده مثلا نص ساعه. وهي دي مشكله بقى السباقات الشوارع في مصر. بيبقى في مشكله مع المرور ان احنا في الشارع ازاي. طبعا مع احترامي الشديد غير زي ما في كرنفال ملابس مختلفه. لا لا ده كان في فنون شعبيه كله 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 مبسوط ناس جميع الاعمار السنيه بكل حاجه. دي حقيقه. وفي فرق شعبيه شغاله بتعمل احماء ومهرجانات كل مثلا كيلو كده حاجه معينه شغاله على الجنب على الجنب. طب قول لي كمان شايفين برضو ذوي الاعاقه كمان متواجدين جوه المحفل الكبير ده؟ تمام تمام. هو زي ما انت شايف العدد ده كان التنظيم كان بالنسبه للامكانيات المتاحه كان جيد. وهم اختاروا الاسماعيليه لان حتى جو الاسماعيليه كمروريا الكثافه اهدى شويه، فتقدر تقفل شارع لمده نص ساعه وساعه. وده اللي حصل فعلا. الاتوبيسات كلها يعني احنا حاولنا نلحق السباق تمام. الاتوبيس اللي بتاع النادي لا وقفنا في مكاننا حوالي نص ساعه عشان ممنوع عشان المرور. توصل للسباق عشان عايزين نروح منطقه النهايه بقى. فجينا في حته معينه كده الطريق مقفول، فضلنا قاعدين في الاوتوبيس حوالي زي ما احنا شايفين اهو كابتن احمد نوري ودكتور مهند ولاعيبتنا الاتحاد الاهلي مع الدكتور مهند في اعتقد في نهايه السباق. اتفضل. بالظبط بالظبط. كابتن احمد من وجهه نظرك المشاركه الافريقيه كان ليها عامل بالنسبه لك اثرت عليك في خبره اكتسبتها معينه ولا ايه بالظبط؟ والله لما يكون في مشاركه افريقيه بكتسب خبرات وتحصيل ارقام. يعني بحسن من ارقامي.
فهي الحاجه الوحيده اللي الواحد بيستفادها منها دي كانت استفاده. كابتن محمد رسلان من وجهه نظرك كمدرب ايه الاستفاده اللي استفدناها من ماراثون زايد ومشاركه ال 100 لعيب؟ بس اكيد عندنا بعض اللاعبين استفادوا من الماراثون ده استفاده معينه او استفاده تكتيكيه معينه. اتفضل. بصراحه احنا ماراثون زايد اللعيبه المميزين في الفرقه اللي هم بتوع اختراق الضحيه كانوا كنا يعني عاملين اعداد ليه، يعني حاطينه في خطتنا التدريبيه ان اللعيبه هيروحوا يلعبوه كويس عشان تنميه المستوى الرقم بتاعهم. وهو حاط يمكن احنا بس يمكن ترتيب مثلا ترتيب احمد كان هايل، وده الترتيب اللي حاطينه له طبعا اللي انا كنت حاططه له. يمكن عبد الله اخفق لان هو كان انه فعلا كان تعبان، فبالنسبه لهم كان دي مشاركه. وكان في وفي عندنا سيد مرزوق وحسن مرزوق كانوا برضو من الناس المميزين ما شاء الله، يعني ادوا المطلوب منهم لانهم كانوا خارجين بطوله جمهوريه وكانوا عاملين مجهود بطوله جمهوريه، وكان ترتيبهم في الثلاثه الاوائل ثاني وثالث ورابع ترتيب لعيبه الاهلي. وخدنا اول اختراق ضحيه مرتين ورا بعض. الاتحاد كان محدد لنا ثلاث بطولات في خلال ست اسابيع، كنا بنلعب كل اسبوعين بطوله، فلعبنا بطولتين منهم وكانت يمكن دي البطوله الثالثه ليهم اللي هي ماراثون زايد. والحمد لله ان ربنا وفقهم فيها، يعني برضو ان هم ادوا المطلوب منهم وكان مستواهم برضو كانوا في الطب بتاعهم يعني ما نزلوش. هاي كابتن ياسر، ماراثون زايد عمل خيري اكيد، لكن في جوائز ماديه. بالظبط، احكي لنا بقى عن الجوائز الماديه. هو اخذت ولا ايه؟ اخذت. اخذت يعني؟ اخذت. طب وعبد الله كده. وعبد الله طب ما شاء الله هايل يعني كويس. طب احنا فين؟ لا احنا كويسين. طب خلاص اتفضل يا كابتن. طبعا هم كان العرض اللي اكتمل بلغة اللعيبة من شهر مسبق ان كان الفايز الاول 50,000 ونزولا بقى ترتيبيا. ترتيبيا بلاش احمد عشان نعرف ما علينا. ففي جوائز مادية تم الحصول عليها وشيء طبيعي. احنا رايحين بالبعثة بتاعتنا 100 120 100 اكتر من كده، فطبيعي ان احنا من يعني مش ممكن كلنا هناخد مركز اول. اكيد. فطالما في، وعلى فكرة في عندنا لاعبين خارجين الرابع والسادس والثامن بس مش متواجدين معانا حاليا لظروف ان هم من بعيد، يعني من سوهاج ومن هنا. طبعا تم حصول اللاعبين على الجوائز دي اللي هي باستمرار هو عمل خيري، انما العدد المشارك فيه لان يعني زي ما انت سمعت كده من حوالي 15,000 متسابق، ده الهدف منه ان احنا بنوصل ان احنا بنشارك في الناس دي في عمل الخير، في زي ما انت شفت كده المعاقين كانوا بيجروا معانا، الاسوياء، الستات، الرجاله. الهدف ان يظهر بيه ان التكريم للشيخ زايد طبعا مصر. فكان هدف المشاركه، انما الجوائز الماديه كانت موجوده واللاعبين حصلوا عليها. طبعا ما فيش حد تقريبا لغايه ترتيب ال 200 اللي داخل، حتى ال 200 ده نابوا من الحب جامد. محمد لعب 200؟ لا ما دخلتش ال 200. لا 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 ما دخلتش. عبد الله طب كويس يعني 11 بياخد اهو محمد. لا ما شاء الله خد مبلغ كويس. عبد الله اساسا ما شاء الله. عبد الله اساسا انت بتلعب اختراق ضحي. مظبوط كده؟ تمام. قول لي ايه الصعوبات اللي بتقابلك في اللعبه دي؟ او المشاكل اللي بتقابلك؟ سؤال صعب. سؤال سهل. لا هو صعب شويه. طب محمد قول لنا ايه المشاكل اللي بتقابل اللعيب بتاع اختراق الضحي بالذات؟ والله هو المشكله اللي بتقابل لعيبه اختراق ضحيه التغذيه، الفيتامينات يعني. فيتامينات. يعني هو بيبقى محتاج ريكفري كويس لان هو بيعمل مجهود عالي، بيعمل حجم تدريبي عالي في الاسبوع زي ما قلت لحضرتك في الاول، فبيبقى محتاج ان هو بياخد بروتين عشان تعوض بعض الانسجه والالياف اللي بتقطع في العضلات يعني في التمارين الجامده. محتاج ان هو ياخد ريكفري زي حاجات معينه يعني عشان تشيل اللاكتيك من العضلات، مش عايز اقول اسماء حاجه معينه. طبعا محتاجه عرق وجهد، انه يكون بيبذل جهد كتير. وطبعا بينزل منه سوائل كتيره، بيحرق دهون كتيره، بيحرق كربوهيدرات، فمحتاج حاجه تعوض. عبد الله بيلعب اختراق ضحيه ليه؟ بس تعرف ناس اختراق الضحيه يعني. اختراق بس ناس انا عارف. بس الناس لازم تعرف يعني اختراق ضحيه. اختراق ضحيه اللي هو انك تجري في طريق في ارض مختلفه، مش مضمار، ضحيه يعني ضواحي مختلفه زي كروس كانتري كده. كويس. مسافات قد ايه؟ في من طبعا 10 كيلو 12 كيلو، في ضحيه بتبقى 6 كيلو. عبد الله بيلعب كام بالظبط؟ عبد الله ايفنتو في 5,000 و 10,000 في المضمار. 5,000 و 10,000 لكن جوه المضمار. جوه المضمار 5,000 و 10,000.
قول لي بقى جوه المضمار بتعمل ايه؟ انا سكت لك سالسه كلمه بتتمرن ازاي؟ قول لنا شعورك ايه في التدريب؟ ايه اللي انت محتاجه كلاعب؟ يعني كابتن محمد قال فيه فيتامينات وفيه تمام احكي لنا. تمام. وطبعا التزام في التمرين يعني لازم اتمرن فترتين غالبا. كويس. ممكن حضرتك سالتني الصعوبات اللي بتواجهني، فهي ممكن الحاجه الوحيده هي التوفيق بين الدراسه والتمرين. انا النهارده كان عندي امتحان الصبح. تدرس ايه؟ تربيه رياضيه. تربيه رياضيه. نعم. طب دي تربيه رياضيه يعني المفروض الناس تراعي ان انت راجل بطل يعني. اتفضل. ما عشان العملي وكده، بامتحان عملي ونظري، فلازم الحضور يعني. المشكله في الحضور غالبا. كويس. ف يعني بحاول اوفق بين الاثنين، بس هو الموضوع صعب شويه. ف طب سنه كام بالظبط؟ ثانيه. الموضوع صعب ليه؟ ما عادش مع الدكاتره بتوعك وقلت لهم والله في دكاتره؟ في فعلا دكاتره بتساعد جدا، بس في يعني في ناس ما يعني بتحطش قدامها، يقول لك طب احضر. المشكله انك تحضر، فيعني مثلا بيبقى عندي تمرين الصبح تمرين اخر النهار، فصعب ان انا اروح محاضره عملي جمباز مثلا او محاضره غيرها وارجع التمرين. مش عارف اتمرن اكيد يعني. ف يعني الفتره الاخيره صراحه الكليه وقفت معايا جدا في الموضوع ده. بس مثلا في السنه الاولى او في بدايه الترم ده كان الموضوع يعني تعبني شويه. قول لي من الاخر، ليه رحت لعبت جري واختراق ضحيه؟ يعني ازاي رحت الملعب ده؟ ازاي رحت تلعب اللعبه دي؟ هي كانت صدفه غالبا يعني. ايوه. في اسكندريه. في اسكندريه. شفت انا عارف ازاي؟ حافظ عشان اسكندريه بقت تجري. فهو كان واحد صاحبي بينظم ماراثون على البحر. كويس. شفت قلت لك على البحر. عارف اسكندريه كل اسكندريه بيجروا على البحر. جميله والله، انا بحب اسكندريه جدا. اتحدينا بعض وكده، اللي هو قلت له انا هاجي الماراثون واكسب، ويعني خدتها معايا عند. كويس. رحت الماراثون فتقريبا طلعت ال 23. كان ماراثون قد ايه ده بقى؟ معلش ده كان 10 كيلو. كان 10 كيلو؟ اه. على البحر؟ على الرمله ولا بره؟ لا على الاسفلت. على الاسفلت. تمام. الطريق. فكان واحد صاحبي معايا فقال لي احنا نمشي مع بعض كده، وكل الناس اللي قدامنا دي هي يعني هتسقط في الطريق. كويس. فانا سمعت كلامه، بس لقيت نفسي داخل 23 اللي هو مش تعبان. ايه عليك؟ زعلت جدا. جه صاحبي الثاني. صاحبك عمل ايه؟ 24 معايا. طيب ماشي خلاص كويس. فجه صاحبي الثاني قال لي مش قلت لك اللي انت مش هتعرف تكسب الناس دي؟ الناس دي جامده وكده. فقلت له طب انا ساعتها عبد الله 17 سنه. 17 سنه يعني من قريب. كويس. فقلت له طب المره الجايه وكده. فروحت فعلا، كان هو كل يوم جمعه الماراثون. فعملت اول. فلما عملت اول قال لي انت عملت اول عشان ما فيش حد من العاب القوى موجود يعني. فقلت له خلاص هيجوا امتى؟ قال لي الجمعه الجايه في ايفنت كبير احنا عاملينه كده، وهيبقى موجودين ابطال العاب القوى اللي هم بتوع اسكندريه خصوصا يعني. فروحت فعلا، ومن الاول جريت جامد، فبرضه ربنا كرمني دخلت اول الحمد لله. فبقى مستغرب جدا يعني. سؤال بس، ما كنتش قادر تتمرن؟ كنت ساعتها مع نفسك؟ مع نفسي. بس بلعب كوره. بس تلعب كوره؟ اه. لعيب كوره كويس؟ لا على قد يعني. هتشجع مين النهارده؟ محمد صلاح ولا المال؟ لا محمد صلاح اكيد. اوعى مش هكمل، خلي بالك هقول لهم شكرا. اتفضل. بس في كابتن فولي من اسكندريه شافني في الماراثون وكده، قال لي يا ابني انت مستواك كويس وكده. فقلت له طبعا انا يعني، قال لي ما تيجي تلعب تتمرن معانا في النادي، كان نادي اصحاب الجاد. كويس. فقلت له اكيد انا نفسي يعني، كانت حاجه برده بالنسبه لي حاجه كبيره. عايز اكون بلعب في نادي، عايز احقق بطوله. بدا يبقى عندك طموح ان انت بالزبط. تخش بقى نادي وتيجي تخش في الموضوع. رحت اصحاب الجاد مع كابتن فولي، ولعبت اول بطوله انسحبت فيها للاسف. نعم. انسحبت. بس خدت بالك في الام واحزان عند كتير. بس ف يعني البطوله دي فرقت معايا كتير يعني. كويس. لما انا انسحبت وكده. هو ده التحدي اللي بالزبط. بيطلع فيه البطل دي حقيقه. لما بيحصل مشكله بيطلع عندك حاجات كده من جواك، دوافع شخصيه بتخليك بطل فعلا. اتفضل يا كابتن. فمن تاني بطوله الحمد لله حفظت على الاول يعني. ما كنتش بعمل حتى تاني، كنت اي بطوله بنزلها اول تحت 20 سنه كنت العب الخمسه والعشره، الخمسه اول يوم وال10 كيلو تاني يوم. كنت اول في الخمسه واول في ال10 كيلو الحمد لله. وقعدت حوالي سنتين في نادي اصحاب الجياد. كويس. وبعدين جالي عروض من ياسر. تمام. جاله عروض كتيره صح؟ اكيد. استخدمناها زي النادي الاهلي. هو فعلا جاله عروض كتيره استقطبناها زي الاهلي يعني. هي النيات كانت متفقه يعني. انا كنت شفته في اول ماتش كان بيلعب فيه في السويس في بطوله الجمهوريه، ولاحظت ان هو فعلا مميز في الاداء بتاعه، وعنده شويه مميزات كتيره يعني هي تصلح ان هو يبقى بطل رقم واحد يعني. فلما اتكلمنا معاه هو كان عنده هذه نفس النوايا يعني. هو النهارده لما هو فضل النادي الاهلي على انديه وعلى ناديين كبار
يعني برضو يعني لا داعي ذكر اسمائهم يعني، انما فعلا النادي الاهلي اول ما تقول له النادي الاهلي يقوم جاي على طول بصراحه. دي حقيقه يعني. انا اليوم اللي رحت كان في رمضان من اعتقد من سنتين، اليوم اللي رحت تم توقيعه على استماره انضمام للنادي كان اعتقد يعني جاله فوق ال 56 ميزد كول من بعض الاشخاص وهو مش مرضيش يتجاوب معاهم. كابتن ياسر بيلف في محافظات كتيره انا عارف، وبيلف بيدور على مواهب كتيره. قول لنا ابرز المواهب اللي جات لنا والناس اللي جبتها من بره من الاقاليم بالذات او من محافظات. تمام. يعني بتلف كتير صح؟ اه بصراحه ما بقعدش يعني الحمد لله. انا عارف، انا عارف صح طول عمره كده بيلف على طول. اتفضل. دي حقيقه. دي حقيقه، لان انا يعني ما يعني انا بحب اللعبه وبحب النادي وبحب الكيان، فدايما باستمرار عايز ابقى رقم واحد. وما ينفعش زي ما احنا عارفين المحافظه على القمه اصعب من الوصول اليها. اكيد. ففعلا بلف كتير، ومن ضمن الناس طبعا اللي شفتها المميزين هما الاثنين اللي معانا عبد الله وناوري. ايوه. ناوري من محافظه هنا، عبد الله اسكندريه. احسن ناس. هنا خلي بالك. نفس الخامات يعني، نفس افريقيا هي هنا وقريبين. ماشيين يعني بس يوم مع بعض قريبين. بس انت عارفني من زمان بحب المحافظات كلها يعني. هو فعلا حاليا في الفتره الحاليه هو ابرز العلامات اللي موجوده معانا. في الفتره اللي قبليهم برضو كان موافقين زي ما الكباتن ذكروا كده اسم سيد وحسن مرزوق، وكان من مده طويله بقى في ولد اسمه احمد صباح فرج، شهير بهيثم وياسر النادي، دول بقى من اسوان برضو، كان من الخامات المميزه اللي جت النادي الاهلي في العاب القوى، من اصحاب الرياده، كانوا محافظين على المركز الاول ده كتير. وبرده كان في احد اللاعبين طبعا يعني بنترحم نروحه طبعا برده من علامات النادي الاهلي اسمه احمد حسين رحمه الله عليه، كان توفى كان من سوهاج. دي من ابرز اللاعبين اللي مثلوا النادي الاهلي في العاب القوى. والمسافات الطويله تحديدا بالذات برده، لان هي لازم نوعيه خاصه اللي بتلعب مسافات طويله دي. مستحيل يكون اي حد فيها، ليها ناس مخصوصه بالزبط. عندها مثابره وصبر بالزبط. وروح وعزيمه كل حاجه لازم تكون عنده. دي حقيقه. تمام. دي حقيقه. احمد قول لي ازاي تنقل من هاف ماراثون لماراثون كامل؟ ازاي؟ يعني ازاي بنتحرك اكيد من 5000 ل 10000 لنص ماراثون لماراثون، مظبوط؟ بخطه تدريبيه وكثافه في التمرين. يعني انا الماراثون مش انت اللي بتقول، المدرب والخطه التدريبيه اللي انا بمشي عليها. كويس. بس بالنسبه للكماراثون ال 42 كيلو ما بفكرش فيه دلوقتي يعني. ما بفكرش فيه. لا استنى بقى، هنروح لكابتن محمد على طول. كابتن محمد هو قال لي خطه تدريبيه بين من 5 ل 10 ل 21 ل 42، ازاي يوصل يلعب 42 كيلو؟ وسنه يبقى ايه؟ ولا هل اللعيب ده بيتمرن من صغره على 42 كيلو ولا ايه بالظبط؟ لا هو طبعا الماراثون يحفز، كل ما اللعيب يتقدم في السن كل ما بيلعب المسافه. كل يعني ما يتقدم في السن كل ما تعلى المسافه بتاعته. كويس. لان رتم السرعه عنده بيقل بطبيعه السن. كويس. طبيعه سنه، فبالتالي يعني بعليله الايفنت بتاعه بحيث ان هو يقدر يادي برضه. واهم حاجه الاصرار والجلد، ان هو عنده مصابره وجلد من جواه انه يادي. يعني في لعيب اهم حاجه في لعبتنا في المسافات الطويله انه يكون لعيب عنده روح وقلب جامد، هو عايز يعمل حاجه، عايز ينجح. فدي بتوفر المدرب كتير قوي. يعني انا مجرد ان بحط برنامج وهو بيأدي، لو هو من جواه مش عايز مهما نعمل مش هينجح. ما يقدرش مش عايز. كابتن ياسر دلوقتي بيجري بسرعه، بس عندنا اسئله سريعه جدا. اخبار مصطفى الجمل ايه وحسن عبد الجواد؟ حاليا حسن عبد الجواد شغال فتره الاعداد بتاعته، مش شغال كويس. مصطفى الجمل لسه خارج من عمليه، نقول الحمد لله يعني من درجه متوسطه. وهيخش حاليا شغال تأهيل. عندنا الخطة بتاعتنا التأهيل إن شاء الله 2020 مرورا بمشاركات بطولات العالم وجمهورية وأفريقيا والبطولات المعسكرات الخارجية حاليا في مرحلة الدراسة، إنما إحنا بيتم عمل فايل بخصوصهم لتقديمه برضه لإدارة النشاط. نقول إن الماتشات اللي هيتقدموا من خلالها هي دي، في خلال إن شاء الله الشهر الجاي ده هكون الدوسي بتاعهم كامل. إنهم هم حاليا في فترة واحد فترة إعداد عام اللي هو حسن، مصطفى في تأهيل لخروجه من الإصابة. ومش عايز اقول عندهم يعني، احنا دلوقتي بنبص للميدالية الاولمبية يعني، اقول مرورا ببطولة الجمهورية، مش عايز اقول بطولة الجمهورية لسه في شمارس جاية علينا. تمام. انما حاليا الاحتمال يعني مؤهل يلعب عندنا بطولة عربية في القاهرة، هتبقى في شهر ابريل، في اول ابريل. ايوه. هنشوف بقى مين
حاليا حالته الفنيه تسمح له بالمشاركه في هذه البطوله اللي من خلالها يتم. لو اتكلمنا على ميداليه اولمبيه هنذكر ايهاب عبد الرحمن اكيد طبعا. موجود فين دلوقتي؟ ايه الوضع بتاعه؟ هيخلص ايقافه ابريل 2020 ايا كان ايقافه بفعل فاعل ايا كان ايقافه بمشكله خلاص عدت تمام. وفتره ايقاف وطوكيو عندنا 2020 تمام. يلحق ما يلحقش وبيعمل ايه بالظبط وانت بتابعه ازاي؟ هو ابريل 2020 لا ما يلحقش، انما ايهاب برضو ماشيين في خطه رفع ايقافه او تقليل الفتره دي عن طريق برضو ايهاب والنادي والوزاره والاتحاد، كل الناس متكاتفه على بطلنا ايهاب عبد الرحمن. دي حقيقه دي حقيقه، لان احنا كل هدفنا ان احنا عن طريق برضو لجنه مكافحه النشاطات المصريه النادو عن طريق الدكتور اسامه غنيم ان احنا نوصل ان احنا في اول 2020 سي يناير 2020 يكون تم رفع الايقاف عليهم. طب منا بيتمرن ولا بصراحه؟ هو يعني بصراحه اقدر اقول هو بيتمرن، بس طبعا الاعلان عن ان هو بيتمرن ده طبعا مخالف للوائح، انما احنا هو بيتمرنش خلاص احنا كده شكرا. ايهاب عبد الرحمن ما بيتمرنش، بس احنا ان شاء الله بنتمنى من كلنا املنا ان هو يكون في المرحله اللي جايه متواجد، وباذن الله كل الاطراف المعنيه نادي اتحاد وزاره كل الناس بمؤسسه النادي نفسها نتمنى هي يتكاتفوا عشان نرفع عن بطلنا الكبير ايهاب عبد الرحمن، لان ان شاء الله انا واحد من الناس بقول ان شاء الله يكون لينا ميداليه على ايده باذن الله في طوكيو 2020. كابتن ياسر وكل المجموعه دي، كابتن احمد عبد الله، كابتن محمد، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله دايما على اللقاء باذن الله. ان شاء الله في اخر حلقتنا بنشكر ضيوفنا الكرام، وعلى امل اللقاء في الاسبوع القادم في الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.